الجزائر هذا اليوم يعني حقيقة نفتخر بهذا الدورة الأولى لفيفا سيري. أنا اليوم الملعب تاع الجزائر، البارح أنا كنت في عنابة واليوم في الملعب الراقي بشهادة خبراء الفيفا، تنظيم جيد ومستوى عالي، وتحية كبيرة للجماهير الجزائرية اللي كانت حاضرة. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.